السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم غراتان كيجي رائع بالبدنجال معمر بالبطاطس. فإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونوا معايا في لاشين ديالي باش تصلوا بأي جديد كيخص قناة مطبخ داري بالضغط على زر اشتراك أسفل الفيديو أو سبسكرايب، وكذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بلي لايك ديالكم. على بركة الله غادي نحتاجوا بدنجال وبطاطس فانا البطاطس غادي نقشرتها، غادي نقطعها مربعات صغيره وغادي نبخرها. يمكن لكم تبخروها ويمكن لكم تسلقوها. والبدنجال غادي نقطعو شرائح على هذا الشكل. فانا حبات غادي نديرهم يعني بالقشور ديالهم، حبات نديرهم بالقشور ديالهم، وغادي نبقى نقطع البدنجال ديالي على هذا الشكل. كما كتلاحظوا معايا يعني اللي بغى يقليه في المقلات يقليه، فانا يعني كنبغي نبعد على الزيوت فغادي نقليه في الفران. يعني غادي ندير التبصيل كما غادي تلاحظوا معايا. على هذا الشكل وغادي نكمل بنفس الطريقه، وعاد غادي نديرو في الطبصيل. سيداتي، فمن بعد ما قطعت الدنجال ديالي شرائح كما كتلاحظوا معايا، فانا غادي دهنت الطبصيل بقليل من الزيت اللي كيدخل الفرن، باكيد زيت الزيتون باش يكون صحي. كما كتلاحظوا فانا حبات قشرتهم وحبات خليتهم يعني بالقشره ديال الجوانب، يعني على حسب كل واحد وشنو كيبغي. فانا غادي نستفهم بهالطريقه هذه. وغادي ندخلو من الفرن يتقلاو على خاطرهم. انا هنايا تقريبا صوبت ثلاثه ديال الدنجالات، يعني صافي تيتقلى لي هادشي. عاد غادي نعاود ندير كما كتلاحظوا معايا. فانا غادي نردهم يتصوبوا في الفرن ونعاودو نطلاقا. سيداتي، فمن بعد ما رديت البطاطس ديالي تبخر والبدنجال ديالي يتقلى في الفرن، فانا غادي نحتاج صلصه الطماطم. يعني قطعت الطماطم على هاد الشكل هذا بالقشره ديالها، قطعت جوج مطيشات. فانا غادي ندير لهم شويه ديال الملح ودريس ديال الثومه ونردها تطيب، عاد ديك الساعه غادي نطحنها. سيداتي، من بعد ما طابت الطماطم ديالي كما كتلاحظوا معايا، فانا طحنتها وزدت لها قليل من زيت الزيتون. غادي نضيف لها قليل من البقدونس، وغادي نضيف لها كمون، فلفل احمر، والقليل من الزنجبيل، وغادي نرد تشحر حتى تشحر لي مزيان، عاد غادي نطفي عليها. سيداتي، فمن بعد ما تبخرات البطاطس ديالي كما كتلاحظوا معايا، فانا غادي نحاول نمعكها. يعني اللي عنده هذيك باش كتصوب بطاطا داك باش كتبريسا يصوب بها، ما عندوش يصوب بالفرشيطه. فانا غادي نبقى معها هكا حتى تتمعك مزيان. كما كتلاحظوا دغيا كتصوب حيت قطعناها كتبخر دغيا وكتبخر مزيان. يعني غادي نبقى نصوب لها هكا حتى ما تبقاش يعني ما يبقاش فيها طريفات، نعاودو نتلاقاو.
من بعد ما خلطت البطاطس ديالي مزيان كما كتلاحظوا، فانا غادي نضيف لها التوابل. عندي هنا قبصه ديال الملحه، القليل من الخرقوم، القليل من الكمون، فلفل احمر والزنجبيل، يعني هادو نفس التوابل اللي درت في لاصوص الطوماط ديالي. غادي نضيف لها ملعقه كبيره من البقدونس، وكذلك ملعقه صغيره من القزبر المدقوق، وغادي نمزج بالكل. غادي نضيف قليل من زيت الزيتون باش تساعدني على الجميع ديال البطاطس، في نفس الوقت تقلي البنو ديالها. سيداتي كما كتلاحظوا فانا معكت البطاطس ديالي مزيان. هنايا عندي خليط ديال 3 بيضات، فانا غادي نقص منه شويه باش غادي تجمع لي البطاطس ديالي، وغادي نبقى نخلط على هذا الشكل هذا. يعني كما كتلاحظوا كتساعد في الجميع ديال البطاطس داك القليل من البيض. وعاد نتلاقاو باش نكملوا الكغاتان ديالنا. سيداتي كما كتلاحظوا فانا غادي ندهن الطبسي اللي غادي يدخل الفران، يعني غير بالقليل من زيت الزيتون، وغادي ندهن الطبسي مزيان كبير كما كتلاحظوا هنايا. فانا الدنجال ديالي غطيته بالورق النشاف، يعني في حاله ما تبقى فيه واحد شويه ديال الزيت غادي ينشف بسرعه كما كتلاحظوا معايا. وغادي نبقى نهز الدنجال على هذا الشكل، غادي نوضع فيه كويره ديال البطاطس، على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، يعني كيتفتح هكا كيجي هائل. فانا غادي ندير في جهه الدنجالات اللي مقشرين، وفي جهه اخرى غادي ندير الدنجالات اللي ما مقشرينش، يعني باش كل واحد ياكل داكشي اللي بغى. عفوا راه صوتي مبحبح. يعني يمكن لكم انكم ديروا دنجال اللي مصوب في كغاتان، يعني في طبسيل ديال لي كغاتان واحد اخر الا عندكم طباسل صغاري. فانا غادي نكمل سيداتي بنفس العمليه اللي شتيوني كندير، نزيد لكم واحده اخرى. يعني كنصوب البطاطس ديالي على هذا الشكل، كنلوي كيجي على هذا الشكل هذا، وكنبقى نستفو على هذه الطريقه. فانا غادي نكمل سيداتي بنفس الطريقه ونعاودو نتلاقاو. سيداتي من بعد ما تشحرات لاصوص طوماط ديالي كما كتلاحظوا معايا، الريحه ديالها جات رائعه، فانا غادي نوزعها على الكغاتان ديالي على هذا الشكل. يعني نحاول نوزع على الدنجالات ديالي كاملين. ودابا داك 3 ديال البيضات اللي درت غادي نديرهم من الفوق، يعني كنحاول نوزع كالكغاتان ديالي
الى عندكم جبن مبشور ديروه، ما عندكمش غادي تشدو ثلاثه ديال الفروماجات من نوع المثلث وغادي تقطعوهم على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. يعني فقط باش يعطي النكهه ديالو، فهذه مجرد اضافه. او ممكن انكم تقطعوه قطع على هذا الشكل، يعني في كل اي بنجاله ديروا قطعه كما قلت كيبقى اختياري وليس اجباري، فانا كاع ما كنتش غادي نديرو، يعني قلت غادي يزيد لواحد النكهه وغادي يعطي منظر زوين. سيداتي كما كتلاحظوا فهذا هو الغراتان ديالي، فانا غادي ندخلو الفرن تيذوب الفرماج ويطيب البيض، وعاد داك الساعه نوريكم الشكل النهائي ديالو. سيداتي كما كتلاحظوا معايا فالشكل النهائي ديال الدنجال ديالي جا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، يعني كيجي هائل كما كتلاحظوا، البيض كيتنفخ والقطع اللي درنا ديال الفرماج حتى هما كيعطيو النكهه ديالهم، كيجي هائل. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو معايا فلاشين ديالي باش توصلوا باي جديد كيخص قناه مطبخ داري بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب اللي كاينه اسفل الفيديو، وكذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، فصراحه كيدعموني بزاف بزاف بزاف، وايضا لي كومونتير ديالكم. ونهاركم مبروك وبالصحه والراحه، ونتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. فان شاء الله كما عودتكم كل نهار في 12 من توقيت غرينتش تلقاوني حطيت فيديو، فما تنساوش انكم تتابعوني ودعموني. ونهاركم مبروك وبالصحه والراحه وشهيه طيبه، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.